بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، معكم أخوكم منصف. اليوم جبت مقنين من السوق، كاين واحد المربي خصو مقنين مار، حاجة مليحة. لقيت مقنين تعيس، حكاية المقنين هذه تعيس. أول مرة تعرفت أنا على واحد المربي، مربي محترم ومربي من بين المربين الكبار، قام من قامات تربية الطيور الزينة في الجزائر. تلاقيتو كيف تعرفت عليه؟ أنا ديت لواحد المقنين، كان عندي واحد المقنين مليح، قلت له وش بيه؟ قال لي وش بيه؟ قلت له ناقص، قلت له ناقص في المغنى. قلت له أنا وش بيها ومريض؟ قال لي كيف عرفتو باللي مريض؟ قلت له ناقص في المغنى ويغني دليل وشغل ما فرسش المغنى تاعو وشغل ما طلقش لي النوت تاعو وكذا، مالكري من قبل كان دبابة. قال لي المقنين تاعك تعيس هاكي بعد، ها واش خصو العام هذاك نشفى عليها. اللي عرفت انا المكملات الغذائيه، كنت نعرف دي فيتامين يتحطوا في الماكله، دي فيتامين يتحطوا في الماء، بصح كنت محدود جدا. حاط انا كاين فيتامين واحد يتحط للمقنين، يشربوا المقنين يوليو عينيه زرق وشعره صفر. مقنين هذا تعيس، مانيش قاعد اللوم في المربي اللي ديت عليه المقنين هذا. مربي ما شاء الله، نتلاقى معاه كل صوق، يشتي يقصر بالزواوش، ولكن كاينه حاجه ننبهو هو كصديق وننبه اصدقائي المربيين. خاوتي، الاهتمام تاعك بالمقنين حتى ولو كان اهتمام زائد، كي تجي تبيع المقنين تاعك بيع معاه الاهتمام هذاك. حاجه الاولى، الاهتمام هذاك راهو خلق جيد من طرف اي مربي، راح تمدو المربي واحد اخر. اول حاجه يبارك لك ربي في المدخول تاعك، والبركه لك ان حلت في مال راهي تزيدو، لك ان حلت في الوالد راهي تصلحو. هذه نصيحه من خوكم المربي، وبالتجريب وبالاحساس اللي تحس بها. صح، كاين مقنين تبيعو ب 4 ملايين والله ما تحس بالصواردو، وكاين مقنين تبيعو بالخساره وتحس الصواردو، كاين مقنين كي تجي تشريه ما تعكسش مولاه، يبارك لك فيه ربي وتعود تبيعو بالفايده، وكاين مقنين طيح خشين وتعرفو منا يسوى تاع 2 ملايين ونص، طيح انت تحقر مولاه وتديه ب 1500 ولا ب 1600 وقت ما يكون السوق راقد، ومن بعد تجي تبيعو وتحصل، ويخرجوا لك الامراض بكل في المقنين هذاك. بون، شوفوا خاوتي القفص اللي جبتو فيه، شوفوا كيف عم داير. مانيش قاعد اللوم في المربي، على بالي بلي راه من المتابعين تاعي ويتبع شو القفص كيفاه، العود كيفاه سيء، الماجوار خاوتي والله العالي العظيم كنت حاطها ما حتى غسلتها وخلصت باش اكتشفت بلي راهي زرقاء. جماعة اللي يسمعوا الفيديو هذا والله يتبعوا الفيديو هذا، راهو موش الموضوع تاعنا هو اللومو في المربي، لانه المربي صارحني قال لي كي جيت نبيعو قال لي بدلت له القفص بكل صراحة، وهذه حاجة ننصح المربين انهم ما يديروهاش. القفص هذا يسوى 30000، والقفص هذا كيسوى 100000، قد الفرق بيناتهم؟ 70000، 70000 كتنحيها في مقنيين، احسب حق القفص تاعك، بصح ادي حاجة نظيفة هكذا. خاوتي، الموضوع هذا ماشي هو الموضوع تاعنا تاع اليوم، الموضوع هذا هو تشوفوا من بعد المقنين هذا كيفاه يولي، ماهوش مقلاصي، مفيني التحميرة تاعو، مفيني السقاط تاعو مليح، بصح ماهوش مقلاصي، مام المغنى تاعو ماهوش مقلاصي. راح نجرب منتجات محترمة عليه قبل ما يديه مولاه، هذا هو الموضوع تاعنا اللي هضرت عليه دركا
درت المقدمه هذه. درك نقدم تشوفوا معاه مليح. هاكو قاعدين نشوفوا معاه مليح، صدقوني غير خاطي مقنين ما شاء الله. ديجا الرسمه تاع الشامبينيون برك اللي فيه سدرو، سبحان الله شو كفا معدوله ما شاء الله. اشفاو عليه كيفاه قاعد، وبربي ان شاء الله بعد ما تبان النتيجه شويه مليحه نكملوا الفيديو هذا مع بعضنا. الموضوع تاعنا خاوتي هو طريقه قص منقار المقنين. هذا مقنين المنقار تاعو طول بزاف ورانا روطار بزاف باش نقصوه. وهذا المقنين هو المقنين تاعي، وهذا هو باباه تاع الشامبيون تاع 2018. بلا ما نحكي راكم قاعدين تشوفوا في لوكسيداسيون زيوه قاعده، وهذا راه في عمرو كنت نقول باللي عنده 13 سنه. حتى والبارح قاعد مع طفل خويا قال لي واش بيك انت 2009، قال لي 18 13 سنه مازلت حاصل انا في الحكايه تاع 2022. تسمى من 2022 حتى للدرك عندي واحد شهر ونص من اللي جبته 2009، الصيفة تاع 2009 طيار شريناهم في زوج في الكارتي تاعنا انا واحد جاري صيدهم واحد في جيجل، يروح يصيد في جيجل وانا بلاصة في جيجل جبل عرفة. جبل عرفة راهي منطقة عسكرية. درك تقدم لتما يطير راسك ومليحة. دركا ولا باش يدير المنقار تاعو حطيت له زعما البابي فير هكاك وما ما اكتيفاش، ما في بابي فير هذا ياكتيفي ليه ليه. درك نشوفوا مع بعضنا خاوتي الطريقة تاع قص منقار المقنيين. الطريقة هذه كانوا يسقسيني عليها بزاف، كنت نقول للمربي اللي سقسيني جيب لي المقنيين تاعك نعت لك كيفاه تقص. كاين اللي يجيب لي كاين اللي ما يجيبليش، كاين اللي يتعلم كاين اللي. من بعد طليت انا على مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب على الناس على الفرخجيه اللي قاعده تنعت الفرخجيه ما شاء الله. صح راح نقدم نصيحه، حاجه عمرك ما درتها والله جامي درتها ما تريسكيش، ما تريسكيش وما تنعتاش للناس. علاه؟ بيسك شفت مربي في اليوتيوب عنده زلات وسقطات بزاف. هو اصلا ماشي الهدف تاعو باش يعلم المربين، هو الهدف تاعو بكل على بالنا واش هو الهدف تاعو، هو انه يكون مؤثر على الناس. قال لا احتجنا جمعية خيرية يكون كلامه يمشي الناس تتأثر به، حكاياتك تاع نصب واحتيال ربي يهديهم على كل حال. ولي يخرج لي تاع استر مستر الله، سمعت هادو الحوايج ماشي استر، هادو الحوايج قاعد ننصح في الناس اللي قادرين يتقاسم. بون عليه المقنيين في الطبيعه ما تصرالوش العفسه هذه تاع المنقار تاعو يطوال كيما هكا. بكل نقولوا شو الاسباب، كاين اللي يقولك نقص غذائي، كاين اللي يقولك ما نضمنش انا لك المقنيين تاعي هذا عنده نقص غذائي. اول حاجه الكبر يولي ما يفيكسيش الفيتامين دي، فيتامين دي يولي ما يفيكسيش كي يكبر. كيفنا كيما كي زينا زيو الكبير لازمو على الاقل تقيسو الشمس في النهار 10 دقائق ماشي شرط. بون عندي انا في القفص حاطم تاع ميطرا دو كوبل كلاسيك بارفان ميطواش المنقار تاعهم. علاه؟ لانهم ناشطين ناشطين وعندهم القوه باش يمسح المنقار تاعو في العود وباه يمسحو في الباروات. هادي لهنا راهو قاعد يسمع في هذاك اللي الطيار اللي جا جديد قاعد يعيط عليه.
ونتمنى انه السنا يخدم لي، كون يخدم لي السنا برك، شوف كون يخدم لي السنا برك نقعد نصرف عليه هكا ولا شافي انا. المهم درك نشوفوا مع بعضنا درك، ولا اللي ما يشوفش مليح النظر تاعو ناقص بزاف. طريقه نكملوا بك الموضوع تاعنا سمحوا لي، حتى ولو كان يجيك الفيديو طويل بزاف راه مهم بزاف باش تفيد الناس اللي قاعده تظلل فيك. ف قلت لك بمجرد انه المقنين برا في الطبيعه يلقى الحجاره ويلقى وليعدل المنقار تاعو، راه يعدل المنقار تاعو لانه المنقار تاعو هو حي كيما الاظافر قاعد ينبت قاعد ينبت. واش هو كاينين الناس نعتوا الطريقه تاع القص نعتوها غلطه شبه الصحيحه، شغل هو كل حك شغل راح يعطيك الصحيحه وهو عطاك حاجه غلطه وما كملش حتى الفيديو. تما ما يهموش الفيديو تاعو دار له دقيقه ونص، المهم انه يخلق يجيب المشاهدات يطلع به صوم تاع الادسنس تاعو هو ما يهمش اسكو انت تبعت والله. لا لا نصيحه لاي مربي قاعد يفيد في المربيين حاجه ما يعرفش يديرها ما فيها والو، ما تعلمناش ما زدناش بكل معلمين. انا هذه تاع المنقار ما جيت نتعلمها انا بالسيف، وكنت تعلمتها 2017. بون خاوتي درك نجيب الكوبونغل ونشوفوا الطريقه مع بعضنا. خاوتي هاو الكوبونغل لي مدو فيه، المهم يكون كوبونغل حاجه مليحه على الاقل عنده مارك محترمه. كاينين جماعه بزاف يستعملوا هذوك تاع اللي يجيو شغل زعما بالتيتانيوم وهما لا تيتانيوم لا والو، هذاك مجرد حديد برك، التيتانيوم ما يصدقش هذوك يصدق. المهم الكوبونغل يكون حاجه مليحه. دركا كاينه حاجه كي تعود راح تقص المنقار تاع الطير، اول حاجه ما تروحش طول تحط المنقار وتقفل، تحط الساعه وراح تقفل، اقفل بالعقل، اقفل هكا بالعقل حتى تحكم له المنقار تاعو. وبقى لازم تقرص في اللحظه اللي يكون موج قاعد يخرج في لسانه، لانك بمجرد انك تروح طول هكا مفتوحه او تتكا هذه الطريقه تصلح ثاني. هذه الطريقه الاولى خلاص لي جا مربي زارني رئيس جمعيه قسنطينه وقت فات قبل ما يأسسوا الجمعيه هذه. خلاص الطريقه هذه حكينا فيها تاع المنقار ديجا في الوقت هذاك، هو كي زارني ديجا هو عنده 10 سنين وشاف المقنين هذا ويعرف ثاني بنو. المهم هذه ما تحطش هكا بلا ما تقوم بعد تقفل ضربه واحده، لانه هو بلسانه راه سريع جدا. انت واش هو احكم المنقار هكا، كي تحكم المنقار عسو كي تلقاه موش قاعد يخرج في لسانه باش يعابرك اتكاله ضربه خفيفه، ما تبقاش تتكالي شغل قاعد تنحى في ظفرك. دوك نشوفوا الطريقه مع بعضنا. بون هادو نعتبروهم المنقار تاع المقنيين تاعنا، هاو راسو كيما يدي وصبعي والمنقار هاو كيفاه داير. نخلي المنقار كي تاع المقنيين كي يتكروازا يدير الشكل هذا هكذا، رانا متفاهمين. جيب الكوبونغل تاع انت، تجيب الكوبونغل الحاجه الاولى من الاحسن باش نبداو بالجهه التحتانيه. في الجهه التحتانيه كاين اللي يقول لك احكمهم هكا في زوج بالكوبونغل بالطريقه هذه وتكا، قادر يكون انت راك حاكم الراس تاع المقنيين لهنا، قادر يكون اللسان تاع المقنيين جيست بعد مع الكروازمو هذا. هذه النقطه اللي نقصوا فيها احنا، الكروازمو هذا اللي نقصوا فيها، قادر يكون اللسان لتم وتتكى عليه. هذه الطريقه اللي شفتها منعتينها الجماعه عبر اليوتيوب، انا ما رشت الطريقه هذه، الطريقه اللي نعرفها واللي تعلمتها واللي نخدم بها على الدرك
هي انه من الاحسن الكوبونجل تكون الجهه هذه اللي تقفل تكون الجهه الفوق، ويكون مكروازي مع الجهه اللي راح تقص. تبدا بالجهه التحتانيه، تروح للجهه التحتانيه، تحكم المنقار بالعقل وتتاكد باللي اللسان راهو بعيد، طق تتكا. زيد تجي للجهه الفوقانيه لهنا، تهبط بالعقل تقفل بلا ما تقص وتتاكد باللي اللسان راهو بعيد، طق وتتكا. خلصت. هنا المنقار تاع المقنين تاعك يولي كيما راه. هاو المقنين تاعنا، هاو سنا نشوفو باش نحى هاديك باش توضح الصورة. كي تقصلو المنقار تاعو وتخلص، خلي البابي فير فوق المجثم، فوق البرشوار. علاه؟ باش يزيد يعدل المنقار تاعو مليح. مباشرة مع تقص المنقار تاع الطير تاعك تلقاه تبدل، تبدل وتبدلت عقليتو. هكذا خاوتي. حميدة قاعد تشوف دركا في المنقار تاعو كفاه ولا جديد. هكذا حميدة. أيا خاوتي، نتمنى أني فت واستفدت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.